الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنظيف الطاقة السلبية من الجسد. والطاقة السلبية يجب أن نعرف من أين تأتي. الطاقة السلبية تأتي من الذنوب يا إخوتي، من الذنوب. الذنوب مثل السحر، مثل السحر تقريبا. فبعض الأحيان الإنسان يكون عليه ذنوب وحياته واقفة، وهو يأتيه الوسواس القهري أو الشيطان ويقول أنك مسحور، فعليك ذنوب. فلماذا ينصحون الناس بسورة البقرة؟ أغلبية المعالجين ينصحون بسورة البقرة والاستغفار، لأن سورة البقرة تبطل الأسحار والاستغفار تزيل الذنوب. لا أحد يمكن أن يتوقع ما هو عندك، ولكن الاستغفار ينقي الطاقة السلبية. ما هي الطاقة السلبية؟ الذنوب، يزيل الذنوب. ولما تزيد الذنوب عليك يصبح كل شيء يأتيك بين يديك بإذن الله. والطاقة السلبية تتسبب في الأمراض الجسدية، الأمراض الخبيثة. أي مرض في جسدك، غالبية الأمراض بالطاقة السلبية. إذا أردت أن تشفى من أي مرض تكثر من الاستغفار. إذا أردت أن تجدد طاقتك أو تطيل في عمرك بإذن الله، تطيل في العمر، عليك بالاستغفار. الاستغفار يطيل في العمر ويعطيك القوة الجسدية. وركز على هذه النقطة، كلما استغفرت ونقيت بدنك من الطاقة السلبية، الرزق، المال، الزواج، العكوسات لن تبقى عندك، كل شيء يصبح عندك سهلا بإذن الله. فقط أكثر من الاستغفار. أنا أقول قوله اليوم كله، ولكن الطريقة التي أنصح بها الليل ساعة ساعتين، أو تقول حتى تنام. هذه هي الطريقة التي أنصح بها دائما، الليل، ركزوا على الليل. واليوم أنت تقول لما تتذكر، تقول في العمل، تقول في الشارع، تستغفر الله، ولكن الليل جد مهم. لا تنام قبل أن تستغفر. استغفر الله لمدة ساعة، 40 دقيقة، نصف ساعة، ونام. إذا قمت بهذه الطريقة يوم، تنقي جسدك من العوارض، وتبطل الأسحار المأكولة، وتنقي الطاقة السلبية من الجسد، من المجربات. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.